السلام عليكم، معكم ماهد المقطع. اليوم بتكلم عن ارقام قياسيه حققها انمي هجوم العمالقه. بس قبل لا ابدا بالمقطع، عندك اعلان رهيب لقناه رهيبه قد سوينا لها اعلانات قبل. هي القناه عباره عن لايف هاكس، اشياء جديده ممكن انت ما تعرفها، ممكن تفيدك بحياتك، يعني اشياء غريبه ومره رهيبه. بحط لكم الرابط بالوصف، شيكوا على القناه وخذوا نظره عليها، بتلاقوا اشياء جدا تعجبكم. وخلينا نبدا. اول رقم قياسي معانا الحلقه 17 من الموسم الثالث، جابت اقوى تقييم حلقه على الاطلاق بين كل المسلسلات وكل الانميات، يعني عارف كذا هجوم العمالقه. للاسف يعني انا احب جيم اوف ثرونز، بس للاسف انه دعس على جيم اوف ثرونز حتى من ناحيه التقييم، وهو 10 من 10، يعني ما في ولا حلقه من اي شيء عمل بالتاريخ غير الحلقه 17 من الموسم الثالث من انمي هجوم العمالقه جابت هذا العدد. وغير كذا في 90,000 واحد صوت للحلقه، يعني مو مثلا والله خمسه بس صوتوا عشان كذا الحلقه جاب، لا 90,000. وفي كثير حاولوا ينزلوا التقييم، مع ذلك التقييم ما نزل. الرقم القياسي الثاني معانا الانمي الوحيد اللي فيه حلقه تقييمها 10 على 10 من انمي ام دي بي. طبعا مو بس انه في مثلا هي اعلى تقييم، لا، ما حد في اي ام دي بي انمي او مسلسل او اي شيء جاب 10 على 10. في مسلسلات جابت 9.9 زي جيم اوف ثرونز، زي بريكنج باد، زي انميات كثيره كمان جابت 9، بس ما حد قد جاب 10 من 10 الا هجوم العمالقه بس. الرقم القياسي الثالث اكثر عمل ان ديماند، يعني اكثر عمل عليه طلب بسنه 2021 كان هجوم العمالقه، من بين كل افلام والمسلسلات والانميز كمان، يعني عليه اكبر طلب، اكثر تفاعل، اكثر يعني من كل النواحي كان مطلوب اكثر شيء هو، يعني عارف كان مكسر الدنيا. الرقم القياسي الرابع تكمل الرقم القياسي الثالث اللي هو حق الانديماند، هجوم العمالقه هو العمل الياباني الوحيد اللي قدر يفوز بهذه الجائزه، يعني كل بالعاده الاعمال الانجليزيه الامريكيه اللي تجيب هذه الجائزه، بس هجوم العمالقه هو العمل الياباني او حتى اللي مو انجليزي الوحيد اللي جابه. عقبال ما نشوف شاول بومب، يا شاول بومب والله معطيه ان ما بسب. ما علينا. خمسه اكثر عمل في التاريخ جاب تقييم 9.9 بحلقاته، وقد جاب هذا التقييم باكثر من 9 حلقات، متخيلين 9 حلقات فيها تقييم 9.9. بعض الانميات وبعض المسلسلات تنزل لك 100 حلقه وما تجيب التقييم هذا ابدا، بالقوه يوصل 9 حتى، يعني ترى ابدا مو بسيط انه 9 هجوم العمالقه، لا ابدا مو بسيط ترى، يعني خشوا ام دي بي وشوفوا تقييم الحلقات وحتعرف ان الموضوع ابدا ما هو بسيط. جيم ثرونز بنفسه ما سوى، انا شفنا كثير على جيم ثرونز قاعد طبل له المقطع، ما ادري ما علينا. الرقم القياسي السادس غريب شوي، لانه ايرن فاز بلقب افضل شرير بعام 2021، وكمان فاز بافضل بطل، يعني ما تدري هو شرير ولا بطل ولا اثنين مع بعض، ولا المتابعين نفسهم مدارين، اللي جوا الانمي مدارين، والكاتب هو كمان بنفسه ما هو داري. الرقم القياسي السابع اكثر عمل جايب تقييم على الاقل 9.5 بعدد 31 حلقه، يعني عنده 31 حلقه تقييمها اكثر من 9.5، يعني تقريبا انا ما ادري ايش اقول، بس انه حرفيا يعني لو جمعت ممكن 20 مسلسل رهيب مع بعض ما يجيبوا فوق 31 حلقه تقييمها 9.9. الرقم القياسي الثامن كمان شبيه باللي قبله، اللي هو فيه فوق 67 حلقه من انمي هجوم العمالقه جابت تقييم فوق 9، يعني ترى التقييمات زي ما قلت لكم ما شيء بسيط، يعني مو اي شيء يجيب 9، ف 67 حلقه جايب فيها 9. طبعا التقييمات كلها معتمده على الفانز وتطبيلهم، ويعني مو الناس خبراء، لا بس مجرد فانز حب شيء فيسوي التصويت، فما نقدر نعتمد بشكل جدا كبير، بس مع ذلك يظل اكثر عمل عليه تقييمات بالحلقات، ومن كل النواحي جاب 10، جاب 9.9، جاب فوق 9، جاب فوق 9.5، جابني انا ما عنده اي مشكله. من موسوعه جينيس عندنا كمان رقم اللي هو المجلد الاول من انمي هجوم العمالقه اللي صدر، سووا منه اصدار نسخه خاصه طولها 100 سنتيمتر وعرضها 70 سنتيمتر، تقريبا يعني طول بالعرض نفس طولي انا، طولي 170. ما علينا، الزبده انه متخيلين يعني مجلد كامل طول 100 سنتي و70 سنتيمتر، قاعد يحاولوا يسووا عملاق ذولي. الرقم القياسي العاشر تكمل الرقم القياسي العاشر، نفس النسخه اللي جابت اكبر، نفس النسخه اللي جابت الرقم القياسي حق اكبر حجم جابت كمان اكبر وزن، ووزنها 13.6 كيلوغرام، يعني متخيل المجلد وزنه 13.6 كيلوغرام، مره شيء كبير، يعتبر تراه ورق، يعني ما هو حديد ولا شيء، لا ورق، يعني 13.6 كيلوغرام. الرقم القياسي 11 في حلقه تقييمها 9.7، بس مو هنا المميز، المميز انه حطمت رقم قياسي كاكثر حلقه جابت تقييم 1.10. طب الحين انت لما تيجي تقيم باي ام دي بي تختار من 1 الى 10، فهذه الحلقه اكثر حلقه بين كل الاعمال بالعالم جابت تقييم 1.10، مع ذلك تقييمه يعتبر 9.7. عارف يعني انا ما بقول انهم فانز ون بيس، ما بتهمهم على عيني وراسي، بس انه احس يعني انه في لهم علاقه بالموضوع، دخلوا حطوا تقييم 1.10 عشان ينزل هجوم العمالقه، مع ذلك الحلقه تقييمها 9.7 نزل 0.3 بس، فلو ما سوى هالحركه كان ممكن الحلقه يكون تقييمها 10 نفس الحلقه اللي ذكرناها، فيعني معلومه جدا قويه للامانه. الرقم القياسي 12 هو ان هجوم العمالقه تصنف كافضل انمي بمعدل 75 مره افضل من متوسط الانميات العاديه، يعني الانميات العاديه عارف بينهم كذا في لهم افرج متوسط فرحانين فيه، هجوم العمالقه تعدام 575 مره،
يعني ايش القوة هذه هجوم العمالقة؟ الرقم القياسي 13، هجوم العمالقة جاب اكبر سلسلة تقييمات فوق 9، يعني سلسلة يعني ستريك يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يعني حرفيا 16 حلقة متتالية كلها تقييمها فوق 9 بدون لا تنكسر، واللي كسر السلسلة كانت حلقة تقييمها 8.8 حتى يعتبر تقييم عالي، وبعدها في مرة ثانية تسلسل 7 حلقات تقييمها فوق 9 وبعدين مرة ثانية جت حلقة 8.8 خربت عليهم. يعني لو ما جت هذه الحلقة كان يعني صار 27 حلقة متتالية كلها فوق 9، هذه الحلقة هي اللي خربت، فشي يقهر يعني تخيل 27 حلقة فوق 9. ترى زي ما قلت لكم مو شيء بسيط، ترى 9 ابدا، انا قاعد اتكلم وقاعد امدح بجوم العلاقة كانه شيء بسيط، لا تقييم 9 يعتبر جدا عالي. الرقم القياسي الاخير معانا هو يعتبر اكبر رقم قياسي بتاريخ هجوم العمالقة، وكمان نفسهم يتشرفوا وجو شكرونا على هذا الرقم، انه اكثر مقطع جاب مشاهدات بقناة ايفل 9 هو مقطع 107 حقيقة عن انمي هجوم العمالقة، وجاب اكثر من 1.5 مليون مشاهدة. يعني انا ما ادري ايش اقول، يعني شرف كبير لهجوم العمالقة انه مقطع من عندنا يكون الاول للانمي حقهم، فيعني شكرا يعني ما يحتاج تشكرونا، بس احنا نشكركم على المشاهد. انا ايش قاعد اقول ما ادري، بس ما علينا، الزبدة انه اكثر مقطع بقناتنا جاب مشاهدات كان لهجوم العمالقة، فهجوم العمالقة يعتبر ما هو انمي بسيط، لا يعتبر عالم متكامل، فيه حبكات، فيه دراما، في كل شيء، في انمي يعني متكامل من كل النواحي. بس الأمانة أكبر عيب، وقد قلتها من قبل، أكبر عيب هجوم العمالقة الفانزات حقونه. يعني أنا أعترف مو كل حلقات هجوم العمالقة تستحق التقييم اللي أخذتها، في حلقات رهيبة بس معلش ما تستاهل 9.9، يعني عندك أعمال أقوى تستحق هذا الرقم، بس مع ذلك هجوم العمالقة جابها وأعمال ثانية لا، لأنه هذا كله متطويل للفانس، الفانس حقونهم متعصبين بشكل انه ما يشوفوا الحقيقة. انا ادري انه اغلب اللي قاعد يتابع المقطع من الفانز، بس اتمنى لا تحطوا لي ديسلايك شباب، يعني بس انا اقول لكم في فئة منكم مو الجميع، انا كمان من فاز هجوم العمالقة وماني من الفئة هذه اللي التقييم اعمى. اذا تشوف الحلقة تستحق 10 فحط لها 10، اذا تشوف مثلا فيها عيوب لا تحط 10 بس لانك انت تحب هذا الانمي، لانه التقييم هذا يأثر. يعني لو مثلا جاي بتابع هجوم العمالقة اشوف كل تقييماته كذا، بعدين ادخل الحلقة الاقي الحلقة ما هي ذاك الزود كذا، حكر هجوم العمالقة حيجيني احباط، انه انا توقعت عمل كبير، اخر شيء يجيني هذا العمل هو يعتبر كبير اوريدي، بس الناس طبلوا له واعطوه اكبر من حجمه، بس هو فعلا يستحق تطويل بس مو لهالدرجه، وذكرته بمقطع كامل عن اكثر انميات عليها تطويل. وبس ما علينا، اتمنى عجبتكم الارقام القياسيه، واذا عندكم ارقام قياسيه نسيناها وما ذكرناها اكتبوها بالكومنتات. وصح عندي رقم قياسي اخير، اكثر فان متعصب. شوف والله بالنا نسوي مقارنه كذا، مين اكثر فان متعصب، ون بيس ولا هجوم العمالقه ولا حقون سايتم ولا حقون جوكو ولا في فئات كثيرة، بس الأمانة أظن حقون هجوم العمالقة وون بيس هم المركز الأول. بس أنتوا رهيبين، أحبكم، بس مع السلامة، صلى النبي، مع السلامة.